الجو برا مو حلو، بتحس حالك متضايق ما هيك؟ شو بيعرفني، يمكن تكون حالة نفسية. أساساً نحن بحاجة لننبسط بهالفترة. تعرف عمر أنا بشو عم فكر؟ عم فكر إنه نبعد عن هالجو كم يوم. شو رأيك لو نروح على المي الكبريتية ونمضي هنيك كم يوم؟ فرصة لحتى ننبسط، شو قلت؟ نغير جو؟ كم يوم فرصة لحتى نرتاح. عندي شغل كتير منار، ما بقدر روح. خلينا نأجلها لغير وقت. ألو سليم. مرحبا شيرين. أهلين. أنا بعتذر منك مشان مبارح، يعني زعلان مني ما هيك؟ لا شيرين طمني، مالي زعلان منك، بس أنا عن جد مبارح كنت كتير تعبانة. شو رأيك تيجي اليوم وبعمل لك شوربة كتير طيبة؟ شكرا لك شيرين، صراحة أنا كتير تعبت اليوم، كان عندي ضغط شغل، حتى عم فكر إني نام بعد شوي. لا تزعلي مني. فهمت. خلص شو بدنا نساوي لك؟ أكيد بنزبطها. تصبحي على خير. سلمي لي عافية راسك كتير. طيب تصبح على خير. هذا سليم بيسلم عليك كتير. هو ما بده يجي؟ لا ما بده يجي لعنا. كله بسبب انت السبب كله. في شي أنا حابب أعطيك إياه منار. افتحيها. مو هذا الخاتم اللي أعطيتك يا أمك؟ صحيح. حلو كتير. شكراً لك. ما فينا نعمل شيء هلأ غير إنه نستنى. فهمت عليك، شكراً لك. مرحبا. أهلين. شو انت عم ضلي جنب مريم؟ ايه كنت مفكر انهم ما بيسمحوا. يعني هو مزبوط ما في داعي يضل حدا عنده، بس حسيت اذا ضليت جنبها ممكن هالشي يساعدها ويخليها تتحسن. يعني بدك تعالجيها بالطب البديل؟ ممكن. عم ضل هون كمان مشان ساعد الدكتور بكم شغلة، وبتعلم بعض الشغلات منه. ممتاز. وصديقك الدكتور مو هون كمان؟ يعني ما عم تتسلوا مع بعض؟ لا هو ما له هون، عنده امتحانات وعم يحضرها. ما بدي عطله. ممتاز. أنا لازم روح. تصبح على خير هلأ. تصبح على خير. وأنت من أهله؟ بصراحة هدوءها هاد مو مريحني بالمرة. مريم خانم مستسلمة تماماً للحالة اللي هي فيها وما عم تساعدنا بشي أبداً. طيب هلأ شو بده يصير؟ نحن أكيد ما رح نتركها، بدنا نحاول معها من جديد. انتوا روحوا هلأ وارتاحوا، وخصوصي انت ليلى. يلا تعي لوصلك على البيت، باين عليكي تعبانة بلا ما تروحي. طيب. لحالك. كتير عم يخطر عبالي مصطفى، وأنا كمان كان يقلي دايما بس توقع بضيقة حاول تطلع منها لحالك. حتى أنا كمان لما كنت أوقع بضيقة كان يدلني على الطريق ويقلي يلا روح خلص حالك. أخ منك يا مصطفى. الله يرحمه غير أستاذ ما كان يناديني.
كان يتصل فيني دائما ويعطيني شي دروس بالحياة وشي دروس بالأخلاق. أستاذ، إذا بدك تكون عاشق ما بدك تخاف من الارتفاع. الشي الوحيد اللي ما نجح فيه مصطفى إنه ما قدر يعلمك ما تخاف من الارتفاع. هذاك اليوم اللي نفد فيه من القنب اللي قال لي، وقت أنا كنت عم بعد الثواني فهمت إنه الحياة كتير قصيرة ولازم ننبسط فيه قد ما فينا. هاي هي الرسالة اللي كان حابب يوصل لي إياها. ما بنقدر نعيش الحياة مثله بدون حسابات. والله أنا أكتر شي كنت حبه بمصطفى هو قلبه القوي. هذاك القلب موجود عندك. لا تخاف، أنا بعرفك منيح علي. هلأ نحن عم نتذكر. يا لطيف قديش كان يحب الضحك. يا الله. عمر، مين هدول؟ عمتي، شوفوا مين جبت لكم معي. مين هدول الأولاد؟ هدول هن الأولاد اللي تبنى تعليمهم مال وقت. أهلين وسهلين. أهلين يا حبيبي. أحلاهم الولاد جايين لهون ليفرجوكن على الرسمات اللي سووها. يا سلام، رسمة كتير حلوة. تعال عندي لشوف. شو هاي اللي راسمها شمس؟ مصطفى رح يعيش اسمه إن شاء الله، ورح يعيش أكتر بمستقبل هدول الولاد. فرجيني لشوف. يعني شو هالرسمة الحلوة؟ لازم نحكي بشكل أوضح بخصوص المادة 13 من القانون. ايه عاصم بيك، أنا بعد ساعة بالكتير برجع بتصل فيك. شكرا لك. أهلين وسهلين بنتي، شو هالمفاجأة؟ أهلين فيك، بس ما تكون سكرت الخط مشاني بابا، لأنه بقدر استنى. مو مش معقول يا حبيبتي، بنتي الوحيدة مرة واحدة بالسنة بتجي على مكتبي. خلينا نشوف لشو جاي بقى. لا تقول هيك بابا، أنا عن جد كتير مشتاقت لك. لا أكيد اشتقتي لي. خلينا نشوف قديش ساعة، صار لي 4 ساعات ما شايفك. هو اليوم المساء حب كتير شوف رفقاتي. أيوة هذا أول طلب، وشو الطلب الثاني؟ عم نقول إنه قبل ما تبلش البحوصات وننضغط كتير، خلينا نطلع نغير جو شوي. لوين؟ لعند سيهان رفيقتي. هي رفيقتي اللي بالجامعة، أبوها أستاذ مدرسة، تتذكروا؟ طيب حبيبتي فيكي تروحي. بس لسه في عندي شغلة صغيرة. يعني قديش صغيرة؟ رفيقتي اللي عم قلك عليها تركت هي وخطيبة عن جديد، ومهمومة كتير بهالفترة. مشان هيك قالت لي إذا فيني أبقى عندها اليوم. قلت لها لأسأل بابا بالأول، إذا هو وافق فبنام عندك. فيك تنامي عندها، بس بشرط ما تاخدي بالامتحانات علامات نازلة. بحبك كتير بابا. يا عمري لا تضحك بابني هيك، عم تقرقريني واقفي. شو صرتي جاهزة؟ قرب يوصل صبحي. الله يرضى عليك ويوفقك يا سميرة. الله يسامحك، أنا ما عملت شيء أبدا، أهم شيء عندي إنك توصلي بخير وسلامة. إن شاء الله. ها على الأغلب إجا، رح حضر لك لقمة تاكليها قبل ما تمشي. ها أهلين وسهلين ليلى. أهلين ماما، وأنا أجيت لحتى أشوفك. شيرين أهلين وسهلين. أهلين فيك. أمينة، هاي ليلى اللي إجت وجاية مع شيرين كمان. بدي أسألك شيرين، أنت بقيانة مو هيك؟ لأني تعبانة شوي، ماشي فوت ارتاح. إيه أمي فوتي. مرحبا. أهلين بنتي. تعي أمينة عدي. مرحبا. شو أمينة، خلصتي ضب غراضي؟ إيه خلصت. أمينة اليوم مسافرة، بدها ترجع على ضيعتها. معناتها زيارتك عنا خلصت ما هيك؟ شو بدي ساوي هلأ ولا بعدين بدها تخلص؟ ناقشت أنا وياها بحدة لما قلت لها عن رأيي بصراحة بخصوص مريم ويوسف الدايت، وصارت توجه لي التهم لي، وأنا كمان من ناحيتي ما قصرت. شو حكيت معها بالضبط؟ لأنك ممكن تكون مخبص معها بالحكي. قلت لها أنت رح تاخدي حبيبك وتروحي من هون ومو فارقة معك، وراح تنبسطي بحياتك كمان، بس مريم رح تضل معنا بالآخر. بدك الحقيقة، أنا تقلت عليها بالحكي وضايقتها.
دائما بنقول لو بصير معنا شي معجزة بتخلينا ننسى هالهموم اللي جواتنا وما يضل إلا أي أثر فينا. وقتها كان ممكن الواحد يرتاح شوي. بتعرفي إنه أنا صار معي هيك من قبل؟ صارت معي شغلات كتير غريبة بتخليني أقول عنها معجزة، بس ما بعرف مين اللي كان يساعدني. لا تتعبي حالك، ما في داعي تعرفي مين اللي ساعدك يا بنتي، بكفي إنك تعرفي إنه في حدا حماك وضل واقف معك لآخر لحظة. معك حق حبيبتي، أنا رايحة أشوف مين. بس بنفس الوقت لما أفكر إنه أنا ميرال كاراكوجاك وهذا هو اسمي الحقيقي، فجأة بتجيني رسالة بتقلي إنه اسمي شيرين. لا وشو بالوقت اللي أنا بدي أترك هالبلد وأرجع على أستراليا إجتني رسالة تانية بتقلي إنه أخي لساته عايش. الشي اللي ما عم بفهمه، انت ليش حطيت سليم ببالك؟ لانه عم بيوترني. في سبب واحد لطار منه بهي الطريقه عمر. بقى بق هالبحصه من تمك وريحني وريح حالك من هالشغله كابتن. بصراحه معين انا لساتني بحبها كتير لشيرين، ولهلا ما عم بقدر اني اشيلها من قلبي وبطل حبها. هلا ارتحت؟ هي قلتها. ان شاء الله تكون انبسطت. بصراحة كنت عارفان انك رح تقول هيك، لاني متأكد انه لساك بتحبها. شو بيعرفني؟ منار؟ أنا متأكدة إنه المرة اللي تركتني بدار رعاية الأطفال بدها تكون من هالحارة. عمي صبحي مشان الله فهمني شو عم يصير معي؟ ليش هالمرة ساعدتني بدون ما تعرفني؟ وليش خبت عني هذا السر كل هالسنين؟ برأيك مين بيعرف هذا السر يا بنتي؟ بس لو إني قدر لاقيها. كل ما تفكري بالماضي كل ما عم بتعبي حالك أكثر يا بنتي. انسي الماضي وعيشي حياتك هلا. بعرف انت عم تقول هيك بس مشان مصلحتي، بس بكفي لا تحاول تخليني اتراجع عن فكرتي لاني رح ضل دور عليها. انا اسفه، اعصابي تعبانه شوي، فاتي غسل وشي وجاي. تلبكي على الفاضي، شيرين ما حست بشي، انت خليكي طبيعية ولا تشلقيها. شنطتك جاهزة مو هيك أمينة؟ جاهزة صبحي آغا. بصراحة انت صار وجودك هون خطر كبير علينا كلياتنا. السر اللي انت خبيتيه كل هالسنين ممكن بأي لحظة ينكشف. انت روحي اركبي بالسيارة اللي واقفة قدام الباب، وانا رح اخذ سيارة تانية والحقك على المطار من شان ودك قبل ما تسافري بالسلام. وهي اللعبة؟ هي نفس اللعبة اللي عندي. لقيتها جوا جنب شنطاية أمينة خانم. أنا سمعت كل شي حكيته قبل شوي كتير منيح. أنت هي المرة اللي تركتني بدار رعاية الأطفال؟ لا مو هي شيرين. عمي صبحي أنت ليش عم تخبي عني حقيقة الموضوع؟ ليش عم تخبي عني اهتمامك بأمينة كل هالقد؟ ليش؟ لأنه أمينة بتكون حبيبتي القديمة، حبينا بعضنا بالسر من زمان. أنا هلأ عندي بنت من أمينة بعمرك أنت يا شيرين. وشو هي المفاجأة أنسة جيهان؟ ما رح تصدق عزيز. بصدق حبيبتي، بس أنت قولي. اليوم أخذت إذن من بابا مشان ضل عند رفيقتي لبكرة الصبح، يعني صار فينا نساوي اللي بدنا يا عزيز. هيك لكان عن جد فاجأتيني بالموضوع. إيه؟ أي ساعة بشوفك؟ ما بعرف، أنت قولي. ملك، اسمه ملك. كنت بسوريا وقتها، بس كل عقلي كان هون مع حبيبتي أمينة. كنا ناويين نتزوج، كنت مجهزة كل شي،
بس بيوم من الأيام سمعت إنه صبحي هرب برات البلد. يا لطيف قديش كان صعب هذاك اليوم، ما بقدر بوصف لك لأني كنت حاسس إنه الدنيا مسكرة بوشي. صار معنا بعدين إنه صبحي إجا بعد 10 أيام. مزبوط، وقتها دخلت الحدود مرة واحدة، ولما دخلت الحدود شفتها. من وقتها ما عاد شفته أبدا، تعذبت كتير. هالحكي مضى عليه شي سنة، سمعت بعدين إنه أمينة إجاها بنت حلوة وعرفت إني أبوها. كانوا أهلي بدون يجوزوني، قلت لهم ما بقدر، بيني وبين حالي ما قدرت كذب عليه واتزوجه. أسوأ شي بالموضوع إني لا عدت أقدر أخذهم معي على سوريا، ولا عدت أقدر إجي لهون شوفهم. ومع هيك ما رفع إيده عن راسنا ولا عينه غابت عنا أبدا. فضله بنتي قدرت تدرس، هلأ هي بألمانيا وأنا بدي سافر لعندها اليوم. بعتذر كتير منكم، أنا عم أتصرف بدون تفكير لأنه بدي لاقي أجوبة على أسئلتي، كيف وشلون ما بعرف، كأنه أنا الوحيدة يلي عندها هم بالحياة وبس. لا غلطاني، مو أنت الوحيدة يا بنتي، في ناس كتير عندهم هموم وما حدا بيعرف عنهم شيء. هالحياة اللي نحن عايشينها علمتنا كتير شغلات، علمتنا أنه لازم نتأقلم مع الهموم لحتى نقدر نضل مستمرين فيها وما نتعب. ماني مصدقة أنا بمثل هذا الوقت برات البيت؟ لولا خطتك العظيمة كنت لهلأ محبوسة بالبيت وماني عرفانة شو بدي ساوي. بس أنا ما قلت لك شي ما بتعرفي. لا عزيز، أنا لولاك ما كنت طلعت من البيت بهالوقت، وأنت بتعرف، بس الظاهر أنك مو مبسوط بشوفتي. بلا مبسوط، بس الوقت كان مو مناسب. مزاجك معكر كتير اليوم. لا منيح. طالما هيك اسمع شو بدي قلك، أنت سبحت شي مرة بالسد بالليل؟ لا والله. أنت من كل عقلك عم تحكي؟ ايه طبعا، لما قلت لك خلينا نروح على السد كان قصدي مشان البس الميوم. شو رأيك نضل قاعدين ناشفين، مو أحسن؟ معناتها مو حابب تشوف البكيني تبعي. طيب إذا ما بدك تسبح هون فينا نروح على مكان تاني. هلأ بهالوقت ما بظن فينا نلاقي مسبح فاتح. عزيز، مين اللي جاب سيرة المسبح؟ ليش أنت ما كان عندك فندق؟ وهداك الفندق ما فيه غرفة نوم؟ بلا، بس هلا بيكونوا كل الموظفين ناموا وما بقدر صح العالم وزاجهم. صراحة عمر كنت مفكرة انه منار رح تجي لعنا اليوم. بس هي مو هون، معناتها ما رح تجي. طيب فيني اسأل عن السبب؟ قالت لي في عندها شوية كتب لازم تقراهم بالبيت. بس ليش انتي مهتمة كل هالقد؟ انت اليوم حكيت شي زعل لمنار؟ بس انا ما شفتها اليوم. اسمعي حنان، انا ما بعرف انتي شو عم بتخططي، بس اوعك تتدخلي بحياتي، ماشي؟ اوعك. تصطفل. كأنه صار الجو برد، ما؟ بردان كتير. يا ترى فينا نروح نشرب لنا شي شغلة؟ بعدين هلأ ما بيكون في زحمة أبدا. اي نعم، بهذا الوقت؟ طيب ماشي، جاي. والله طلعت لي شغلة يا جهان. يا الله منك. خلاص حبيبتي بعوض لك اياها، وعد. يا الله عزيز، طيب انا وين بدي نام هلا؟ ترجعي على البيت. قلي لهم الجو ما ريحني ورجعت. اوف منك عزيز، لو واحد تاني عمل معي هيك فصل كنت بحياتي كلها ما عاد حكيت معه ولا عبرته. منيح، هلا انا صرت اعرف قديش مهم بالنسبه لإلك. يلا. Söz verdim.
حكايم ومودك يوم مشكوش خد أرديم دم لنديم دارديم مساء الخير صبحي بيك. أهلين وسهلين عزيز، تعال اقعد هون جنبي. خير صبحي بيك. شو لما نويت تتنفس هوا نظيف خطرت فورا على بالك؟ كأنك اليوم شربان ما هيك؟ ايه شربان مبين، مبين على شفافي لون أحمر. الشي اللي داخل البني آدم ما بينكشف بسهولة، صعب تعرف إذا كان ناوي عشي منيح ولا العكس عزيز، بس أنا بقدر بكشف الواحد من عيونه. إذا في شي بدك تقوله قوله، بترجاك لا تلف وتدور. أنت عم تراقبها لأمينة شي؟ إيه بس بنية صافية، لو غير هيك بعرف وأنا هيك كمان عم بقول، بس هذا التصرف ما رح سامحك عليه أبدا. إيه؟ شو بدك تساوي يعني؟ أنت شو متوقع؟ إذا بدك أنا هلأ بقدر أقتلك، بس أنا ما بدي أقتلك، ما بدي لوت ايدي فيك. بتعرف ليش؟ لانك انت رحت لحالك وحرقت ايدك بالنار اول مره، بس الظاهر انك ما تبت من اول حرق، رجعت حطيت ايدك مره تانية بالنار، بس هاي المره كان الحرق اقوى من قبله. الظاهر انك رح تعذبني كتير وما تفهم علي عزيز. معلم صبحي، انت صرت بتعرفني منيح، انا لا بسمع نصايح ولا بيهمني لا نار ولا غيره، عندي استعداد المس النار اول مره ومرة تانية كمان ومرة ثالثة وعشرة وما بيهمني، وإذا بدك كمان بقدر شيل النار من أرضه وبرميها. بفهم من هالحكي إنه أنت يعني بكل بساطة نحن عايشين بغابة واحدة صبحي بيك. إذا مثل ما عم بتقول لازم نعترف ببعضنا. يا عيني عليك، في كتير أرانب بهالغابة، نحن ليش عم ناكل بعضنا يا صبحي؟ عزيز، إذا النار حرقت إيدي مرة تانية أنا ما رح شيلها من أرضها أبدا. يعني ما استغربتي جيتي؟ بلا استغربت، لأنه بدون موعد بدي فوت بالموضوع فورا. بظن أنه تفكيرك مشوش هاي الفترة بسبب شيرين. الحقيقة ما بيكفي انك تقولي اني مشوشة. بتوقع انه كتير صعب ما تكوني لاحظتي شو هي نقطة ضعفها للشيرين. ضعفها؟ ايه، انا لهذا السبب رح حط ايدي بايدك ونبعد عمر عن هاي المرأة باي طريقة. عفوا، هاي مشكلتي انا، ليش انتي عم تساويها مشكلتك؟ ما عم افهم. انا مو مشانك، مشان عمر وبس. مشان عمر؟ كيف يعني؟ بيهمك امره؟ في كتير شغلات انتي ما بتعرفيها، ما بعرف من وين بدي بلش. بدي اسألك بالاول، انتي شو بتعرفي عن قصتها للشيرين؟ قليلي لشوف. بعرف انها مرت عمر القديمة وبس. يعني ما بتعرفي انه الشيرين فاتت بيناتنا بس مشان تنتقم، وكان هدفها الوحيد انه تخلي عمر يحبها وتنزعلنا حياتنا كلها؟ مشان هيك صارت تخطط لحتى تضرنا وخسرتنا ملايين الدولارات. شو؟ مو مصدقة انها بتقدر تعمل هيك. لسه ما بتعرفي شي؟ منار انت بتعرفي انه عمر كان رح يموت مرتين بسببها هي؟ اسمع عمر،
بناء على الكلام اللي صار بيناتنا امبارح حاولت اني ساعدك بطريقتي. لا تكون رحت قلت لها لدينا. لا عمر، ما قلت لها شيء ابدا. كل اللي انا ساويته اني انتقصت من تحت لتحت، يعني قلت خليني اعرف شو هي العلاقه بين شيرين وسليم. قلتك شو عرفت من دينا؟ قبل كم يوم يا سيدي. احكي معين. سليم عرض على شيرين فكره الزواج وهي اعطيته الجواب سلف. شو كان جوابها؟ ما كانت موافقة عليه. شيرين عم تفكر بسليم على انه صديق مو اكتر من هيك. انت متأكد انه قالت له لا معين؟ دينا اكدت لي الخبر 100%. خلاص اطمن كابتن. منار، اهلا وسهلا. مرحبا، تفضلي ادي. ادي ما بدي اقعد اساسا، انا ما فيني اتاخر كثير. سليم هون؟ سمعت انه بلش بالشغل بالاوتيل. قبل فتره كان شغله خفيف بس هلا بلش يتحسن وصار مشغول كثير. وعمر مشغول كمان بهالفتره، كل الرجال احيانا بياخدهم الشغل وما بيحسوا على حالهم بالمره لدرجه انهم ما بيشوفوا حدا. يعني على قد ما بتشوفيهم ناجحين كتير بشغلهم بس لما بيصير الموضوع بيتعلق بالعاطفه بيصيروا يغلطوا كتير. بس ما حدا منا معصوم عن الغلط منار. الظاهر انك ما عم تعرفي شي ست شيرين، انهم ما عم ينسوا كل شي انتي ساويتيه من اخطاء بحق هالعيلة اللي كتير منيحة معك وانتي عم تستغليهم. مثلا لو ساوى هالعملة شي رجال اكيد وقتها رح يقتلوه، بس اذا ساوت هالشي مرة مثلك وقتها اكيد رح يضعفوا قدامك وما رح يقتلوكي. اساسا هن منتبهين بس ما بدهم يحكوا معك، بس أثر هالشي ما عم يروح بكل بساطة مثل مالك مفكرة، وعلى طول عم يضلوا مزعوجين منك. منار، فيكي تقولي لي شو اللي بدك اياه بوضوح بدون ما تلفي وتدوري؟ شيرين، انتي لحد هاللحظة ما سببتي لعمر غير وجع الراس وبس، وبعد كل اللي صار ما ممكن تقدمي له شي. يكون بعلمك إذا حبيتي عمر شوي فأنا حبيته أكتر منك. تركينا خلينا نعيش. يكون بعلمك إذا حبيتي عمر شوي فأنا حبيته أكتر منك. تركينا خلينا نعيش. كيفك أنت؟ لك وين هالغيبة؟ بعد إيجاب. بحبك يا عمر. وأنا كمان بحبك. إيه بس أنت كمان ما بتحبني قد ما بحبك. بدي أخذ لك كل هدول الخواتم. إلا ما حذرت. أنا مو بس بحبك، أنا بموت فيكي. والله جد. يعطيكم العافية. شو متغدي مثل العادة؟ أنت شو عم تساوي هون؟ كيف يعني؟ أنت ما بتخجل على حالك إنك تخون حبيبتك بالمقاهي؟ مجدي، شو هاد اللي عم اسمعه؟ خلينا نطلع لبرا بلا ما نعمل مشاكل هون. يلا. والله جد؟ شو عم يصير؟ والله حبيبتي ما بعرف. شيرين،
انت منيحة؟ ايه هزارة قالت لي انك تعبانة خير؟ راسي عم يجعني شوي، بده يجي لعندي ضيوف هلا. رح روح اجيب لك دواء مسكن واجي. قلت لك انا منيحة. اسمع، ما في داعي تتظاهر انك عم تهتم فيني، ماشي عمر؟ شو عم تساوي هون؟ انا اجيت لاسالك سؤال. وشو هو؟ سليم، لما عرض عليك الزواج انت ليه ما قبلتي؟ فهميني. بتصور انه هذا الشيء ما بيخصك؟ شيرين، طلعي بعيوني وقولي لي، رفضك لطلب زواج سليم له علاقة فيني شيء؟ وانت شو لك دخل؟ انا ماني مضطرة اوضح مشاعري لا الك ولا له، انا ما بدي اياكم اثنيناتكم منيح هيك؟ انا ما عم بقدر افهم بالضبط انت شو بدك ولا على شو ناوية؟ انا حابة اني روح من هون وبسرعة كمان، عم استنى بس لتصح مريم وبدي روح بعدين، انت اللي قلتها من قبل، مريم هي وحدة من عائلة اصلان باش وبترجاك لبقى تفتح معي هالموضوع. شيرين انا ما رح اسألك مرة تانية. هذا هو قرارك الأخير؟ إيه. اسمع، يمكن ما بعرف شو بدي أعمل، بس يلي بعرفه ومتأكدة منه إنه حياتي كلها ومستقبلي ما رح يكون إلهم علاقة فيك أبداً ولا بالماضي اللي كان بيناتنا، عم تفهم عمر؟ إذا هيك بخاطرك. شي حلو مدبر بنت لتحبها بالجامعة وبنت تانية لتحبها بالمقاهي، وكمان قايل للبنت انه عندك فحوصات وعم تدرس. لمين هيك قايل؟ لليلى. مو حرام عليك؟ هي بنت معترة، ما بتستحي حالك تعمل فيها هيك؟ ما عم بفهم عليك، مين ليلى؟ قصدك ليلى يلي بكلية الطب؟ ايه قصدي ليلى اللي بكلية الطب. اسمعني حبيب، يبدو انك فهمان الموضوع غلط. ليش هداك اليوم ما كانت ايدك بايدها؟ كلنا زملاء بنفس الجامعة، انا بعرفها لليلى وهي بتعرف بعلاقتنا، انا ومجدي بنحب بعضنا كتير. فهمت هلا؟ شو مجنون هاد؟ لو ما بعرف ليلى كتير منيح كنت رح اقول انها عم تطبق حبيبي، بس هالشي مستحيل. شكله هذا مو عارفان الله وين حاطه. معك حق. ايوه منار حبيبي، المسا ما عندك شغل؟ ما هيك اللي ما في. ما عندي شغل منار، بس متضايق شوي. ولا يهمك، ما انا دكتورتك حبيبي. خلص انا رح طيبك ماشي؟ منار، كنت حابب كتير اجي بس انا عن جد تعبان، خليها لمره تانية. ما بدك تقلي شو هو اللي مضايقك حبيبي؟ عمر بترجاك لا تكسر بخاطري ماشي؟ اسمع انا بوعدك اني رح خليك تنسى كل همومك، بس انت تعال عندي المساء. المساء بكون عندك. خلاص عم استناك الساعة 8. خلاص بشوفك. مساء الخير. مساء النور حبيبي. تفضل. شو ابوكي مانو هون؟ لا مالو هون،
نحن لحالنا بالبيت. شكرا. بصحتنا. أعطيني جاكيتك. شكرا. مريم كيف صرتي؟ أنا نازلة على الكافيتيريا بدي أجيب شاي، بجيب لك شي معي؟ كمان عطيت إجازة للطباخين، كل شي جهزته بنفسي مشانك حبيبي. الأكل كتير طيب، يسلموا إيديكي حبيبتي. بصراحة حبيت هالليلة تكون كتير خاصة بيننا وتكون مميزة أكتر من أي ليلة. أنا استعجلت شوي بشرب مبيت. يا ريتك استنيتيني لأجي. بصراحة ما قدرت استنى لتجي، لهيك سبقتك. عزيزة حبيبتي ما بدي اتركك لحالك هون، خلينا نروح، خلينا نروح. شيرين تفضلي. كأنك عم تبكي. ايه عم ببكي. منار انا حابب اقول لك شغله. عمر، عمر انا بحبك كتير كتير. سليم؟ نعم. بترجاك لا تتركني أبدا، بترجاك.